السلام عليكم ومرحبا بكم، معكم بيجو تخيفاتين. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة، واليوم بغيت نقترح عليكم هاد الغورمات ديال الخميسة اللي كتجي شي حاجة أنيقة وديال ديما. كنتمنى تكون واضحة بالنسبة لكم على هاد الشكل هذا. بالنسبة للخميسة راها رقيقة ولكن كتبغي نحافظوا عليها وديال ديما، يعني راه الدار كيبغي اصلا كل الحفاظ. وهنا فيها على حسب السدادة، كتسدي على حسب واش يدك عامرة ولا شوية. هكا الشكل ديالها، كنتمنى تكون واضحة بالنسبة لكم والسدادة ديالها. وبالنسبة للسلسلة راها رقيقة ولكن صح العمل. دابا غادي نشوفو كيفاش كتجي من البوسة في اليد. كتجي على هاد الشكل هذا، خميسة بحال هكا، وكنسدوها على حسب شحال، يعني شحال بغينا في اليد ديالنا، واش بغينا مزيرة ولا مرخوفة شوية. كنتمنى تنال الإعجاب ديالكم، وبالصحة وراحة.